الوضع اللي احنا فيه يعني الكل بيعرف انه احنا محتاجين يعني الاشي يعني زي ما انت بتشوف كل اشي صار سعره غالي 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 والمعابر مسكرة فقطاع غزة رسميا بحاجة لكمية كبيرة من المساعدات. كنا نازحين في رفح وبعد الظروف الصعبة استلمنا خيمة من الصين. استلمنا خيمة من الصين بعد جهد وعناء يعني من كثر انه الناس كثيرة ومحتاجة لخيام. فبعد جهد وعناء وصلنا لمؤسسة وحصلنا على الخيمة بعد يعني تعب كبير. لا بتنزل مطر وما شاء الله فيها يمكن 7 شبابيك. يعني الحر يعني بيكونش عليك اشي كبير. وهينا هنا رجعنا على خان يونس والحمد لله. أكثر من كده